بعالم الكروشيه مع سلام. واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد رح نعمل فيه قطعة كتير جميلة للصيف. رح نعمل قبعة صيفية قبعة شمسية للأطفال. رح أعملها بمقاسين، مقاس لعمر 3 سنوات ومقاس يعني من عمر السنتين لثلاث سنوات ومقاس أكبر من الثلاث سنوات. رح نتعلم طريقة الشغل مع بعض خطوة بخطوة وغرزة بغرزة مثل ما تعودنا مع بعض. قبل ما أبتدي ونحكي عن المستلزمات، بحب ذكر اللي ما اشترك بالقناة يشترك، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ومميز من عالم الكروشيه مع سلام، ويلا فينا نبتدي مع بعض. الأدوات اللي رح نستخدمها، أنا رح استعمل خيط أليزا ديفا، هو خيط صيفي بيجي وزنه 100 جرام ب 350 متر. اخترت أنا هادو اللونين، اللون السكري مع اللون الزهر. طبعا رح استعمل معاهم أبرة رفيعة شوي حتى تكون القطعة شوي ماسكة. الأبرة اللي اخترتها هي مقاس 1.75 ملي، 1.75 ملي، فهي أبرة رفيعة. فينا نستخدم هون مقاس 2 ملي، بس أنا رح استخدم 1.75، وفيكم حتى تستخدموا 1.5 ملي حسب مكانة القطعة. أنا برأيي هي الأبرة كتير مناسبة. إذا ما حابين في آخر القطعة أنه تستعملوا الغراء أو تستعملوا حابينها هي تكون ماسكة أكتر، ففيكن تستعملوا أبرة أنعم من هي الأبرة. يلا فينا نشتغل مع بعض. رح ابتدي بعمل دائرة سحرية. بعمل الخيط على شكل دائرة بهذا الشكل، سبته بإصبعتي ومن داخل هي الدائرة بسحب الخيط أول مرة وبرجع بسحبه تاني مرة. بهذا الشكل صارت عندي الدائرة جاهزة لأشتغل فيها أول دور. برتفع بسلسلتين، أنا بالأساس هون عاملة سلسلة، برجع برتفع بسلسلة تانية، بلف الخيط على الأبرة ومن داخل الدائرة، داخل هي الدائرة بسحب الخيط. صار عندي ثلاث خيطان على الأبرة مثل ما شايفين، باخدهم بغرزة واحدة بس، هي أول غرزة نصف عمود. برجع بلف الخيط على الأبرة، كمان هي الغرزة الثانية، بدي أعمل 10 غرزات نصف عمود. لاحظين ثلاث خيطان على الأبرة، هي الغرزة الثالثة، برجع بلف، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، وهي الغرزة العاشرة. 10 غرزات نصف عمود داخل الدائرة السحرية. بهذا الشكل الشغل عندي. بمسك طرف الخيط القصير من الدائرة السحرية وبسكر دائرتي بهذا الشكل. بدي أختم الشغل. هاي السلسلة مالي فيها، بروح عند أول غرزة هون، عند الغرزة الأولى هون، وبسحب منها الخيط وبرجع بسحبه من الخيط اللي على الأبرة، يعني سكرت بمنزلقة بهذا الشكل. برتفع بسلسلتين، واحد واثنين، بلف الخيط على الأبرة ومن أول غرزة اللي هي نفسها اللي أنا دخلت فيها الأبرة مشان ختمت بمنزلقة فيها نفسها، رح فوت واشتغل فيها غرزتين نصف عمود. يعني في كل غرزة من الغرزات العشرة بدي أعمل فيها تزايد، فهون أول غرزة وتاني غرزة من أول غرزة، برجع بلف الخيط على الأبرة، هي بنروح على الغرزة اللي بعدها بعمل فيها كمان واحد، برجع اثنين، برجع بلف الخيط على الأبرة، بروح على الغرزة اللي بعدها كمان واحد، وهي اثنين، وهذا الشكل رح أعمل حتى أصل لآخر غرزة. وصلت لآخر غرزة بدي أختم الدور، بروح عند أول غرزة نصف عمود هون، ملاحظينا أول غرزة نصف عمود بدي أدخل فيها وأعمل فيها الغرزة المنزلقة هون، بسحب منها الخيط وبرجع بسحبه من الغرزة اللي على الأبرة، بكون ختمت الدور. هذا الدور انتهى بعشرين غرزة، بديت بعشرة صاروا عندي عشرين. برتفع بسلسلتين، واحد
اثنين، بحاول يكونوا هدول السلسلتين كتير ضيقات ما بوسعن. برجع بلف الخيط على الابره، ومن الغرزه نفسها اللي ختمت فيها راح اخذ منها غرزه كمان نصف عمود. اول غرزه بتكون نصف عمود، برجع بلف الخيط على الابره، الغرزه اللي بعدها بدي اعمل فيها تزايد، يعني غرزتين نصف عمود، واحد، برجع بلف الخيط على الابره، هي الغرزه الثانيه، برجع كمان بلف الخيط على الابره، الغرزه اللي بعدها فيها غرزه واحده بس، اللي بعدها فيها غرزتين، واحد، برجع بلف من نفس المكان، اثنين، وبهذا الشكل رح كمل غرزة غرزتين غرزة غرزتين، يعني غرزة تزايد غرزة تزايد، لحتى أصل لآخر غرزة المفروض يكون فيها تزايد. وصلت لآخر الدور هون، هي آخر غرزة عملت فيها تزايد. بيجي عند الغرزة الأولى هون مثل ما شايفين، هذا أول مثلث هون، رح أدخل فيها وأسحب منها الخيط وأرجع أسحبه من الخيط اللي على الإبرة، يعني ختمت بمنزلقة. برجع برتفع سلسلتين، واحد، اثنين، بهذا الشكل. الدور هاد بدي اشتغل غرزتين نصف عمود، غرزة تزايد، يعني في الغرزة الأولى هي نفسها اللي ختمنا فيها، رح ادخل فيها وبعمل أول غرزة نصف عمود، برجع بلف الخيط على الإبرة، بروح على الغرزة اللي بعدها رح أعمل فيها كمان نصف عمود بهذا الشكل. وصلت الغرزة الثالثة اللي فيها التزايد، رح أعمل فيها غرزتين نصف عمود، واحد واثنين، واشتغل الدور دائرة كاملة بهذا الشكل، غرزتين نصف عمود تزايد، غرزتين نصف عمود تزايد. وصلت لآخر الدائرة، بدي أختم طبعا بأول غرزة هون، بدخل فيها، بسحب منها الخيط ومن الخيط اللي على الإبرة، وختمت بهذا الشكل. الدور اللي بعده بدي اشتغل ثلاث غرزات نصف عمود، وبالرابعة بعمل التزايد بهذا الشكل. نحن الغرزات المفردة كل ما له عددها بيزيد، ابتدينا بغرزة نصف عمود، غرزة تزايد، الدور اللي بعده غرزتين نصف عمود، غرزة تزايد، اللي بعده ثلاثة نصف عمود، غرزة تزايد، اللي بعده رح يكون أربعة نصف عمود، غرزة تزايد، خمسة نصف عمود، غرزة تزايد، حتى أصل أنا للعرض اللي بدي إياه، للقطر الدائرة اللي أنا بدي إياه. فهون قلنا شو؟ ثلاث غرزات نصف عمود، غرزة تزايد، يعني عندي هون واحد، بنرتفع بسلسلتين، وبشتغل أول غرزة عمود دائما بنفس الغرزة اللي ختمت فيها، اللي هي الغرزة الأولى من الدور بهذا الشكل. هي أول غرزة نصف عمود، برجع بلف الغرزة اللي بعدها، تاني غرزة نصف عمود، اللي بعدها التالتة، هي التالت غرزة نصف عمود، وصلت لهي الغرزة اللي فيها التزايد، بعمل أول غرزة تزايد، وهي تاني غرزة، وبهذا الشكل بدي كمل حتى أصل لنهاية الدور، بأنه بختم هون بمنزلقة. أنهيت الدور، وصلت لدي أختم الدور مثل ما اشتغلنا بالأدوار الماضية، بأول غرزة نصف عمود بسحب منها الخيط وبسحبه من الخيط الإبرة، كون ختمت الدور. الدور اللي بعده كمان بدي أرجع أشتغل بهذا الشكل. يعني نحنا كيف كان شغلنا؟ نحن اشتغلنا في الدور الأول عشر غرزات نصف عمود، الشغل كله بنصف العمود، عشر غرزات نصف عمود. الدور الثاني كيف كان الشغل؟ كان فيه واحد غرزة نصف عمود، نصف عمود، بعدها اللي إجا بعدها هو غرزة تزايد، يعني غرزتين في نفس الغرزة. هذا الشغل بيتكرر عشر مرات. الدور الثالث بصير عندي هون غرزتين نصف عمود بعدها غرزة تزايد، كمان بنكرره عشر مرات. الدور اللي بعده بصير ثلاث غرزات نصف عمود بغرزة تزايد، كمان عشر مرات. الدور الخامس أربع غرزات نصف عمود
بغرزة تزايد. هذا الكلام بتكرر كمان 10 مرات، وبهذا الشكل عدد الغرزات المفردة بيتم بيزيد في كل دور بغرزة تزايد 10 مرات. بهذا الشكل الدور السابع بيصيروا 6 غرزات، الدور الثامن 7 غرزات، بعده 8، بعده 9. بدي أتم اشتغل بهذا الشكل حتى يصير عندي قطر الدائرة اللي أنا بدي إياها تصل للعدد اللي أنا بدي إياه، للحجم اللي أنا بدي إياه، كم سنتي أنا بدي إياه. فإذا كانت أنا بدي أشتغله، أنا هون هي الطاقية رح أشتغلها لعمر 3 سنين، يعني من 3 لـ 6 7 سنوات، بدي القطر تقريبا بين 15 و16 سنتي، قطر الدائرة بين 15 و16 سنتي. فأنا رح تم اشتغل بالأدوار وقيس بالمتر اللي عندي، اشتغل بالأدوار وقيس بالمتر اللي عندي حتى أصل للعرض لقطر الدائرة اللي أنا بدي إياه اللي هو 15 أو 16 سنتي. أنا رح اشتغل بهذا حتى أصل للحجم اللي أنا بدي إياه، وبنرجع بنكمل مع بعض. بعد ما اشتغلت عدد من الأدوار وصلت تقريبا ل 15 سنتي ونص، قطر الدائرة أكثر من 15 سنتي، 15 سنتي ونص. أنا وصلت لهذا القطر، هاي المساحة، بعد خلينا نعد كم دور. هذا الدور الأول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، 10 11 12 13 14 15 16. بعد 16 دور، آخر دور اشتغلته كان عبارة عن 14 غرزة، وبالغرزة 15 كان فيها التزايد، 14 غرزة نصف عمود، وبالغرزة 15 كان فيها التزايد، حتى وصلت ل 15 سنتي ونص قطر الدائرة. انتم ممكن تصلوا لهاي هذا القطر أو هاي المساحة بعدد أدوار أقل، أو ممكن عدد أدوار أكثر حسب سماكة الخيط وحسب حجم الإبرة اللي انتو عم تستخدموها وحسب طريقة شغلكم، إذا كانت الغرزة عندكم عريضة أو ضيقة، فالأمر بيختلف. طبعا إذا بدكم إياها بمقاس أكبر فيكن تعملوها بأكثر من 15 سنتي، ممكن 16 أو 17، حسب المقاس اللي انتو حابين تعملوه. أنا بعد ما وصلت لهذا القطر بدي ابتدي اشتغل بأدوار ثابتة. أدوار ثابتة يعني بدي ابتدي اشتغل في كل غرزة بدي اشتغل فيها غرزة نصف عمود وحدة ما في عندي تزايد أبدا. هون بداية الدور بعد ما اشتغلت مثل العادة ارتفاع غرزتين سلسلة، بشتغل من أول نصف عمود غرزة نصف عمود بهذا الشكل، نفس الشغل السابق تماما، وإنما ما في عندي تزايد، فقط غرزات نصف عمود. هي الغرزات هي اللي رح تعطي عندي الارتفاع، يعني أنا ضمن شغلي لحد الآن بعملي اشتغلت هذا القسم. رح بعد الكاميرا شوي حتى تكون أوضح. حاليا من عملنا اشتغلنا هذا الجزء، هو الجزء الدائرة. بالأدوار الثابتة رح نشتغل هذا الارتفاع. هذا الارتفاع طبعا بيتناسب مع حجم الدائرة. أنا هون اشتغلته قريب الأربع أصابع، ارتفاع 4 أصابع، أو تقريبا إذا قسنا بيطلع حوالي 7 سنتي أو 8 سنتي، قريب 7.5 سنتي. بس هون أنا مشتغلته بعرض قطر الدائرة 14.5 سنتي، يعني اللي عم بشتغله هلأ أكبر بتقريبا سنتي واحد، فلذلك رح أعمل الارتفاع كمان عدد أدوار الارتفاع أكبر، يعني بدي أعمل الارتفاع أعلى بشوي من هاي الطاقية اللي نحن مشتغلينها هون. مثل ما قلنا بنشتغل فقط أدوار ثابتة، ما في عندي أي تزايد أو أي تناقص، راح أشتغل حتى أصل للارتفاع اللي أنا بدي إياه، الارتفاع المطلوب مني. راح أشتغل أنا أدوار الارتفاع وأرجع لكم أصدقائي. بعد ما اشتغلت هذا العدد من الأدوار وصلت لهذا الارتفاع، أنا تقريبا يعني من القاعدة، تمام، من القاعدة حتى الطرف
اشتغلت كمان تقريبا من القاعدة حتى الطرف حوالي 15.5 سم. يعني بعد ما اشتغلت آخر دور فيه تزايد، يعني أدوار آخر دور اشتغلنا فيه تزايد تقريبا هذا الدور هون، فاحنا اشتغلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 تقريبا 19 دور ثابت. أنا حاططه هلأ فوق الطاقية الأولى حتى أخذ القالب لحتى أقدر أقيسه بشكل مظبوط ليكون واضح بالنسبة لإلكم، اللي هو الشغل بهذا الشكل. هذا هو شغل طاقيتنا، وإذا بنقيسه على رأس طفل المفروض تصل لنصف الأذن، الارتفاع يغطي نصف الأذن. بدي ابتدي أنا بهذا الجزء، بدي ابتدي بطرف القبعة أو طرف الطاقية. كيف ببتدي فيها؟ بداية أنا من الغرزة مكان ما أنا ختمت بمنزلقة، هون أنا ختمت شغلي بمنزلقة، هي هي الغرزة. هي غرزة المنزلقة اللي ختمنا الشغل فيها. بعد غرزة المنزلقة بدي ارتفع بغرزة سلسلة وحدة، غرزة سلسلة بلف الخيط على الأبرة بترك غرزة نصف العمود اللي بعدها، هي الغرزة اللي أنا اشتغلت فيها اللي ختمت فيها واللي ارتفعت منها بسلسلة، راح اتركها وبترك الغرزة اللي بعدها وبروح على اللي بعده. هون لاحظتوا معي كيف؟ يعني تركت غرزة فاضية، تركت هاي الغرزة ورحت على اللي بعدها. هون وأنا لف الخيط على الأبرة بدي أعمل أول غرزة نصف عمود، برجع بلف الخيط على الأبرة وبنفس الغرزة اللي عملت فيها النصف العمود بدي أعمل فيها غرزة عمود بلفة، ثلاث خيطان على الأبرة، مرر أول خيطين وبرجع تاني خيطين، برجع بلف الخيط على الأبرة وبنفس المكان بعمل نصف عمود. يعني في هي الغرزة اشتغل فيها ثلاث غرزات نصف عمود، عمود بلفة نصف عمود، برجع بعمل غرزة سلسلة وبترك الغرزة اللي بعد اللي اشتغلت فيها وبروح على اللي بعدها. يعني بدي اشتغل بغرزة اترك غرزة، اشتغل بغرزة اترك غرزة، بهذا الشكل. هي هون راح اتركها، راح اجي عند هاي واسحب منها الخيط واعمل غرزة حشو بهذا الشكل، برجع كمان غرزة سلسلة بلف الخيط على الأبرة بترك هاي الغرزة بروح على اللي بعدها نصف عمود، يعني بمرر ثلاث خيطان مع بعض، بلف الخيط على الأبرة ومن نفس المكان غرزة عمود بلفة، يعني مررت أول خيطين وتاني خيطين وبرجع بلف كمان نصف عمود، غرزة سلسلة بترك غرزة بروح على اللي بعدها، هون غرزة حشو برجع غرزة سلسلة بلف الخيط على الأبرة بترك غرزة بروح على اللي بعدها نصف عمود، بلف الخيط على الأبرة عمود بلفة، مررت أول خيطين برجع تاني خيطين، برجع بلف الخيط على الأبرة كمان نصف عمود، غرزة سلسلة بترك غرزة بروح على اللي بعدها غرزة حشو. وبهذا الشكل بدي اشتغل، هي النتيجة مطلع معي، بهذا الشكل بدي اشتغل دائر القبعة كاملة لحتى اصل لغرزة الحشو الاولى، غرزة المنزلقة الاولى اللي ابتديت فيها هون. رح خلص الدور وارجع لكم. وصلت لنهاية الدور، وهي هون اخر غرزة، هاي الغرزة اللي ابتدينا فيها، رح ادخل فيها الغرزة عند الغرزة المنزلقة يلي ختمنا فيها هون، رح ادخل بهي الغرزة واسحب منها الخيط بهذا الشكل واسحبه من الخيط اللي على الأبرة كمان،
بهذا الشكل بكون ختمت الدور الأول بمنزلقة. بدي ابتدي بالدور الثاني. بدنا نبتدي بالدور الثاني. بداية برتفع بثلاث غرزات سلسلة، واحد اثنين ثلاثة بهذا الشكل، ومن نفس المكان اللي طلعت منه راح اخذ غرزة لف الخيط على الابرة، واخذ غرزة عمود بلفة من نفس المكان. صار عندي ثلاث خيطان على الابرة، طالع اول خيطين ومرجع ثاني خيطين. غرزة سلسلة وبروح هون، انا مو في عندي ثلاث عوامي، هون نصف عمود عمود بنصف عمود، عند غرزة العمود بدي فوت واسحب منها الخيط بغرزة العمود، بسحب منها الخيط وبعمل غرزة حشو، برجع بعمل غرزة سلسلة بلف الخيط على الابرة، وعند غرزة الحشو اللي عاملينه هون بدنا ندخل ونعمل ثلاث غرزات عمود بلفة، لف الخيط عندي ثلاث خيطان على الابرة، مرة اول خيطين وتاني خيطين، برجع بلف الخيط على الابرة ومن نفس المكان باخد كمان مرة اول خيطين وتاني خيطين، وبرجع بلف الخيط على الابرة، وهي تالت عمود بلفة. صار عندي ثلاث غرزات عمود بلفة، غرزة سلسلة، وبروح عند العمود بلفة اللي هون في الوسط تماما، الغرزة اللي هي في الوسط بدخل فيها بسحب منها الخيط وبعمل غرزة حشو، برجع بعمل غرزة سلسلة، وبروح عند غرزة الحشو بعمل ثلاث غرزات عمود بلفة. هاي الغرزة الأولى، الثانية، هاي الغرزة الثالثة، غرزة سلسلة في المنتصف تماما، غرزة حشو، غرزة سلسلة، كمان ثلاث غرزات عمود. وبهذا الشكل بدي كرر حتى أصل للنقطة اللي أنا ابتديت منها. هاي تاني عمود وهذا تالت عمود. الشغل عندي بهذا الشكل راح يكون، لاحظينه بهذا الشكل شغلنا راح يمشي. راح اشتغل الدائر كامل حتى ارجع لنفس النقطة اللي انا ارتفعت فيها هون، مكان ما ارتفعت بثلاث غرزات سلسلة. وصلنا تقريبا لنهاية الدور هون، بعد ما عملت اخر ثلاث غرزات عمود بلفة، هاي غرزة السلسلة، هون بدي اعمل غرزة الحشو، غرزة سلسلة، والنقطة اللي ارتفعت فيها اول ثلاث غرزات هون، غرزات السلسلة الثلاثة الاولى اللي هي بمثابة عمود بلفة، من نفس النقطة بدي اعمل اخد عمود بلفة. يعني اذا بنتذكر عملنا ثلاث سلاسل عمود بلفة وكملنا الشغل، فهذا العمود الثالث اللي بيكمل المجموعة، وبدخل بغرزة السلسلة الثالثة اللي هي فوق، وبختم بمنزلقة. بهذا الشكل ختمنا الدور. هذا الشكل اللي عم نحصل عليه، ومنلاحظ فعلا انه هي بلشت تاخد الشكل الساوي، يعني هي بتفتح معنا الاطراف، بتفتح معنا ما بتلم، لازم تاخد شكل. لاحظين وصلنا الدور الثالث. بالدور الثالث من النقطة اللي أنا فيها برتفع بغرزة سلسلة واحدة بس، بلف الخيط على الأبرة، ومن مكان غرزة الحشو هاي اللي هي في المنتصف بغرزة الحشو بدي اشتغل خمس غرزات عمود بلفة. هاي الغرزة الأولى، أول عمود بلف الخيط من نفس النقطة، هذا تاني عمود برجع بلف الخيط من نفس النقطة، هذا الثالث لف الخيط، هذا الرابع
ولف الخيط كمان، وهي خامس غرزة عمود بلفة، خمس غرزات عمود. روح هون، هون احنا في عنا ثلاث غرزات عمود بلفة. بالعمود الأوسط اللي هو الثاني في المنتصف بسحب منه الخيط وبعمل غرزة حشو، برجع بلف الخيط على الإبرة، وعند غرزة الحشو اللي هون في المنتصف، احنا هون في عنا ثلاثة وهون ثلاثة، غرزة الحشو في المنتصف هون، بدي ارجع اعمل خمس غرزات عمود بلفة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي الغرزة الخامسة، خمسة مباشرة بالعمود الثالث في المنتصف بعمل غرزة حشو، برجع بغرزة الحشو هون بدي اشتغل خمس غرزات عمود بلفة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي الخامسة في العمود الثاني، العمود اللي في المنتصف بسحب الخيط وبعمل غرزة حشو. هذا الشكل اللي عم بحصل عليه، في غرزة الحشو اللي فيه في المنتصف بنعمل خمس غرزات عمود، في العمود الأوسط منعلق بنعمل غرزة حشو. بهذا الشكل بدي اشتغل الدائرة كاملة. لاحظوا معي الشغل كيف بلش ياخد شكله. هون تقريبا أنا رح أصل حتى نهاية الدور، عملت غرزة الحشو، لفيت الخيط على الإبرة، وهون عندي الخمس غرزات عمود، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي الغرزة الخامسة، خمسة غرزة حشو في العمود المنتصف، برجع بلف كمان، هون عندي خمس غرزات عمود بلفة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي الخامسة. من النقطة اللي ابتديت فيها هون بدي أختم فيها بمنزلقة، رح أدخل فيها وأختم بمنزلقة بهذا الشكل. بهذا الشكل انتهى عندي الدور الثالث. الدور الرابع هو مطابق تماما للدور الثالث. هون من الغرزة في المنتصف بدي ارتفع بثلاث سلاسل، واحدة اثنين ثلاثة اللي هنن يعتبروا عمود، بلف الخيط على الإبرة ونفس النقطة بطلع بالعمود الثاني، والعمود الثالث ثلاث، الأول ثلاث سلاسل اللي هن يعتبروا العمود الأول، الثاني الثالث، فورا وبروح للمنتصف اللي هو العمود الثالث، بترك من هون عمودين ومن هون عمودين، وبروح عند الثالث بعمل غرزة حشو، بلف الخيط على الإبرة وبروح عند غرزة الحشو كمان بعمل فيها هون غرزة الحشو اللي كنت عملتها الدور الماضي، هون بدي اعمل فيها خمس غرزات عمود، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي الغرزة الخامسة، منجوح في المنتصف في العمود، نترك
عمود 2 3 ومنروح في المنتصف ونعمل غرزة حشو بهذا الشكل. بنرجع نلف الخيط على الإبرة وبغرزة الحشو هون نعمل 5 عواميد، 1 2 3 4 وهي الخامسة. نترك عمود 2 ونفوت بالثالث، بنعمل غرزة الحشو شغل بهذا الشكل، عم ياخذ هذا الشكل معنا. هذا الشكل رح كمل حتى ارجع للنقطة اللي ابتديت منها يلي هون احنا عملنا صار 3، بدي ارجع من نفس النقطة اختم بعمودين، كمل ال5 عواميد. هون صار عنا نصف الرسمة، رح نرجع نكملها. رح كمل الدائرة كاملة محيط القبعة بشكل كامل وارجع لكم لنكمل مع بعض. بهذا الشكل كون وصلنا لنهاية الدور تقريبا. هون عملت ال5 غرزات العمود، غرزة حشو، وصلت للنقطة اللي ابتديت فيها. هون بهي النقطة نفسها اللي ابتدينا منها بدي اعمل فيها غرزتين عمود بلفة. بحاول ادخل بنفس الغرزة اللي عاملين فيها بقية العواميد. هي الاول، العمود الاول، وهون العمود الثاني، وجي هون هي السلسلة 3 غرزات، بدخل بالغرزة الثالثة وبختم هذا الدور. هي غرزات السلسلة 3، رح ادخل بالغرزة الثالثة وبختم بمنزلقة بهذا الشكل. ختمت الدور بهذا الشكل. هون احنا اشتغلنا، انهينا الدور الرابع. الدور الادوار التالية كلها متشابهة، يعني هون احنا عنا في منتصف ال5 عواميد، فبالتالي بارتفع بغرزة سلسلة، تمام؟ برجع بلف الخيط على الابرة، يعني الدور الخامس فيني اشتغل 4 ادوار تالية كلها متشابهة نفسها تماما، يعني بكرر نفس الخطوات. بلف الخيط على الإبرة وعند غرزة الحشو هون اللي في المنتصف اللي عاملينها هون بدي أعمل فيها 5 عواميد، 1 2 3 4 5. هون غرزة سلسلة، هذا هو الزيادة عن الدور الماضي، وبروح عند الغرزة الخامسة، غرزة العمود الخامسة، وبعمل حشو. برجع كمان غرزة سلسلة وبعمل بغرزة الحشو هون كمان 5 عواميد، 1 2 3 4، هون الخامسة. برجع كمان غرزة سلسلة عند العمود الثالث في المنتصف تمام، بعمل غرزة حشو، برجع كمان غرزة سلسلة كمان عند غرزة الحشو 5 عواميد. هذا الدور بدي كمل أنا بهذا الشكل حتى أصل للنقطة اللي ابتديت منها. هذا الدور فيني كرره، فيني أعمله مرة واحدة بس، فيني أعمله 2 3 4 4 أدوار، فيني كرره 4 مرات حسب العرض اللي أنا بديه. يعني أنا هون عندي هاي القطعة، أنا هون عاملة هالدور الأول، تاني، تالت، رابع، عاملة دور واحد بس من هاد، يعني أنا هون مكتفية عند الدور الخامس. انتو فيكن اذا حبيتوها تكون اعرض اعرض من هيك، فيكن تكملوا كمان
السادس السابع الثامن، فيكم توصلوها لثمان أدوار. فهذا الأمر بيرجع لإلكم وحسب حجم الطاقية اللي انتو عم تشتغلوها، فيكم تكرروا وتعرضوا الإطار. أنا رح أشتغلها بالأدوار اللي بشوفها مناسبة وبرجيكم الشكل النهائي. أصدقائي، بعد ما أنهيت القطعة وصلت للعرض اللي أنا بدي إياه، صار عندي الشكل النهائي مثل ما أنتم شايفين. أنا تقريبا من الدور الأخير كررته 4 مرات بهذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي اللي طلع عندي. بالنسبة للزينة، طبعا بعد ما أنهيت الأدوار اللي أنا بدي إياها، ختمت بمنزلقة. هذا الخيط رح أخفيه داخل الشغل. في عندي بالنسبة للزينة، أنا فيني اشتغل دخل اللون، يعني اشتغله بلون تاني مثل ما شايفين هون، وفيني دخل الخيط تدخيل. هون بعد ما ختمت الدور استخدمت لون بخيط ابيض او لون بخيط تاني مختلف واشتغلت فيه دور كامل، رجعت للون الازرق وبعد رجعت للون الابيض مرة تانية حتى عملت هدول الخطين. هون لا، بعد ما اشتغلت القطعة كاملة باللون الزهري، بالاخير دخلت هذا اللون، اللون السكري. رح اعلمكم كيف رح ندخل هذا اللون وكيف رح نزين قطعتنا فيه. رح جيب الخيط اللي انا رح زين القطعة فيه واعمل عقدة بداية، بس رح اترك شوي من الخيط طويل واعمل عقدة البداية بهذا الشكل. عقدة بداية عادية جدا بالمخرز. بجي هون انا بدي اعمل الخط، هو الخط الثالث هاد، بجي من بداية الدور بهذا الشكل، من الخارج بدي اسحب هاي العقدة من الداخل، يعني من الداخل للخارج بهذا الشكل. هون رح شدها بحيث انه، لاحظوا معي كيف هون مسكتها بالإبرة ورح صغر الغرزة على قد الإبرة، شديتها بهذا الشكل. دخل إبرتي بالغرزة التالية بالفتحة التالية هون وبسحب خيط من الخلف بهذا الشكل وبمرقه من الغرزة يلي عندي، برجع كمان بفوت إبرتي بالغرزة اللي بعدها أو بالفراغ اللي بعده، وبهذا الشكل بدي اشتغل. هون الخيط فلت معي، رح كرر آخر غرزة بهذا الشكل، فوت الغرزة بالفراغ، إبرة بالفراغ، بسحب الخيط، برجع مرقه من الخيط اللي على الإبرة، هيك بدي اشتغل الدائرة كاملة. دوار القبعة بشكل كامل. طبعا فيكن تعملوا عدد الأدوار اللي بيناسبكن حسب التصميم اللي انتو حابين تحطوه. عمل بيشبه التطريز. هاي الغرزة أنا كتير بحبها لأني بتساعد كتير بتزيين القطع، بتعطي جمالية، وبدون ما أستخدم الإبرة، إبرة الخياطة أو إبرة التطريز، بقدر طرز وأعطي الشكل اللي أنا بدي إياه لقطع الكروشيه. بحاول تكون الغرز كلها متساوية الحجم، ما يكون في عندي شي مشدود وشي عريض. بدي الغرز كلها تكون متساوية حتى تكون متناسقة وتعطي جمالية أكبر. شايفين جمالها؟ جميلة جدا. ومثل ما قلنا فيكن كمان تشتغلوها بالأساس
بلون مختلف مثل ما انا اشتغلتها هون. يعني في عندكم هون طريقتين فيكم تشتغلوها فيها. انا رح اشتغل حتى اصل لنهاية الدور. بهذا الشكل وصلت لآخر غرزة في الدور. تماما وصلنا للغرزة الأخيرة مثل ما شايفين. فأنا رح آخذ الأبرة مكان اللي طلعنا فيه بأول غرزة هون عند أول غرزة وعلق فيه غرزتي بهذا الشكل واسحبها لطرف الخلفي مثل ما شايفين هون مكان اللي ابتديت فيه. هي الغرزة اللي ابتديت فيها وهذا الخيط مكان ما عم اشتغل. رح ارجع اخذ غرزة بهذا الشكل غرزة امان واقطع الخيط هاي خيط البداية وهذا خيط النهاية. رح ثبتهم مع بعض حتى اتأكد انه ما تفك معي. هاي من الطرف الخلفي هاي الخيطان رح اخفيهم بعدين وقصهم. وهذا هو الطرف الأمامي للقطعة شايفين كيف؟ بهذا الشكل أصدقائي بكون أنهينا القطعة مثل ما شايفينها قمة في الأناقة والجمال وسهولة جدا جدا وبتكلفة بسيطة. القبعة الوحدة ما أخذت معي 100 جرام من الخيط، زاد معي من الخيط كمية منيحة مع استخدام شيء بسيط من اللون السكري للتزيين. القطعة عملتها بمقاسين مثل ما شايفين. هون كان قطر الدائرة، بذكركم بهذا الموضوع، قطر الدائرة هون كان 15.5 بينما هون كان 14.5. بتمنى كون قدرت أوصل الفكرة، ما يكون في أي شيء غامض. إذا في أي استفسار بتكتبوا لي بالتعليقات. بحب كمان اقرأ تعليقاتكم على القطعة واذا عجبتكم او لا وتطبيقاتكم لإلها. قبل ما نختم الفيديو بحب ذكر اللي ما اشترك بالقناة يشترك، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ومميز من عالم الكروشيه.